ابن القيم رحمه الله قال: لم يذكر الحزن بالقرآن إلا كمنهيا عنه ولا تهنوا ولا تحزنوا، أو منفيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسبب بذلك أنه لا فائدة بوجود الحزن في القلب، وأحب شيء إلى الشيطان بجعل العبد المؤمن يحزن ليقطعه عن سيره. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الحزن، لذا يقول ابن القيم رحمه الله: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم والإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان أن يحزن العبد المؤمن. لذلك افرحوا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله وتوكلوا عليه، وستجدون السعادة والرضا في كل حال. ابن القيم رحمه الله قال أيضا: لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. إذا تأملت بحالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا وكانت لصالحك. من الممكن أن تنام وأبواب الجنة تفتح لك بسبب أدعية دعيت لك بالنيابة عنك. سبحان الله، ربما كانت من شخص فقير ساعدته بالماضي، أو شخص حزين أسعدته، أو شخص عابر وابتسمت له، أو شخص مكروب نفست عنه. فلا تستهتر أبدا بفعل الخير. ابن السعدي رحمه الله قال: الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالقلق والهم والغم والحزن. لذلك كن صاحب قلب يتنفس السعادة والرضا. جعل الله أوقاتكم سعيدة، وغفر الله لنا جميعا. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.